أستاذي بسمة جاد وكل الأصدقاء، هيا سنبدأ بمنوعات أهلا سمسم. نهاركم سعيد وأهلاً أهلاً أهلاً فيكم في منوعات أهلاً سمسم. اليوم يوم رائع ومحمس جداً، صح كاكي؟ مظبوط، اليوم كتير كتير حلو ومحمس وجمهورنا كتير حلو. المو إجا المو إجا. المو وين كنت؟ المو كان بسوق دراجته صغيرة. حلو، طيب جاهز تحكي لنا ايش صار؟ يلا جاهز، خلونا نعرف شو صار مع المو الاخبار. اليوم ذهب جاد وبسمة ومعزوزة وهادي لزيارة محظوظة قريبة معزوزة والتي تسكن في الجبل العالي. المو جهز حاله مشان يروح لعند محظوظة وتسلق الجبل العالي، وبده يلبس لباس التسلق. المو حبيبي، بعدين بنقدر نحكي ايش صار مع المو، هلا ما فيش كثير وقت، احكي لنا ايش صار مع جاد وبسمه. ماشي ماشي. ولكن معزوزه قد اسرعت وسبقت الجميع وتسلقت المكان المرتفع. خافت معزوزه وتجمدت في مكانها. اقترب منها جاد وبسمه وهادي واخبروها ان تتنفس لترتاح. هادي؟ نعم المو. إذا أنت طلعت على مكان عالي لما نروح عند محظوظة لا تخاف، المو بنقذك وبيطير المظلة لفوق. شكرا المو، شكرا. بس إذا في مجال تكمل لنا عشان عم بخلص الوقت المو. وبعدها اقتربت معزوزة من الحافة وخافت مرة ثانية فطلبت المساعدة من هادي والجميع. وقامت ريشة بإحضار محظوظة من أجل أن تدلهم على طريق آمن، ووصل الجميع أعلى الجبل واستمتعوا بالمنظر. شكراً إلمو. وهيك بعد ما حكالنا إلمو شو صار اليوم مع معزوزة وشعور الخوف، خلونا هلا نشوف الأطفال شو رأيهم هم وقرقور عن شعور الخوف في فقرة احكي عن الشعور مع شعور الخوف. هو الشعور بأنه في شيء سيء رح يصير، وشعور الخوف بيساعد في تحذيرنا من أي خطر، بس ممكن كمان نشعر بالخوف حتى لو كنا بأمان. وهلأ رح نعرف عن شعور الخوف. إيفا، أنت بتشعري بالخوف؟ من شو؟ بخاف إني أنا بدا حالي، أنا بخاف من المناطق العالية. مش بخاف، يعني شيء أخاف منه، أخاف مثلا من الأبرة. أخاف لما بتكوني خايفة إيش بصير لك بالضبط؟ يعني قلبي بدق بسرعة وكثير بخاف. واحد يكون مرعوب أحيانا بيرجف هيك. أنا جسمي يرتجف لما أخاف. وشو بتعملي عشان تتخلصي من هذا الشعور؟ بنادي إخواتي وبضوي الضوء وبنام أنا وياهم. العب الألعاب. عشان نخلي آدم يطلع من شعور الخوف لازم نرقص له، صح يا آدم؟ نرقص لك؟ يلا أنا جاهز. وهيك بنكون عرفنا كل إشي عن شعور الخوف. شكراً قرقور على الأسئلة الحلوة. خلينا نتعلم الشعور بلغة الإشارة. لغة الإشارة. الخوف الخوف الخوف. حاول معنا. الخوف الخوف. حاول مرة أخرى. الخوف الخوف. وهيك بنكون تعلمنا شعور الخوف بلغة الإشارة. هلأ صار وقت ضيفنا الطفل المميز. مضبوط كاكي، خلونا نتعرف أكثر على ضيفنا.
أنا اسمي أسماء سالم هلال الحلبي، عمري 10 سنوات، أنا من سوريا. أنا بحب كتير أروح المدرسة، بحب الرسم، وبحب أمثل، بحب أرقص، وبحب أطبخ مع ماما وأساعدها. أنا ما نمت الليل لأنه ريحة، أمي صارت تقول لي يلا نامي نامي، صارت تطفي علي الضوء حتى نمت. رحبوا معنا بضيفتنا المميزة والرائعة، الطفلة الموهوبة جدا جدا، أسماء. أسماء كيف حالك؟ الحمد لله. نحن كتير سعيدين بوجودك معنا اليوم. أنا تسلميلي. أسماء كم عمرك؟ عمري 10 سنوات. العمر كله. طيب وشو هواياتك؟ هوايتي أحب أمثل. تمثلي؟ يا سلام شو حلو. مثلتي من قبل؟ بالبيت. طيب كيف، إيش بتمثلي، إيش بتعمل؟ بحط غناي وبمثل عند ماما بجوالها. يا سلام، يعني بتغني كمان؟ تحبي الموسيقى؟ أوف، موسيقية وممثلة، رهيب. هذا الإشي كتير حلو. إيش هذا؟ شجرة. أنا هي الشجرة القرقورية. قرقور. أنا قرقور، بقدر أمثل أي دور بينعرض لي، وآخر أدواري هي الشجرة الصامدة. شاطر قرقور. تمثيلي حلو؟ كتير. قرقور بدي أعرفك، أسماء هي كتير بتحب التمثيل وبتحب تغني كمان. طيب بتقدر تمثلي لي اي وجه انا بطلبه؟ مثلي لي وجه حدا معصب وغضبان. طيب مثلي لي وجه واحد مبسوط وسعيد. تمثيلها كتير حلو. صح، لازم اتدرب. انا في عندي دور هو دور الفارس اللي على الحصان. درق 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 درق. طيب اسماء احكي لي، ايش اكثر شيء بضحكك؟ من كل حدا بيمثل بيعمل شيء بضحك وبضحك اكثر شيء. طيب ايش اكثر شيء بخوفك؟ العتمه. طيب يا اسماء شو رايك نلعب؟ نلعب. يلا نلعب. خلينا ناخذ اسماء على دولاب الالعاب. اسماء رح أطلب منك تلفي دولاب الألعاب لنشوف أي لعبة رح تلعبي. تفضلي أسماء. أيوة، خلينا نشوف شو رح تلعبي. شو بتتوقعي تلعبي؟ تلعب جوابك بالحرف. أسماء رح أسألك مجموعة من الأسئلة، لازم الجواب يكون بحرف الراء، يعني الكلمة اللي بدك تجاوبي فيها لازم تبتدي بحرف الراء. جاهزة يا أسماء؟ يلا. شو عاصمة السعودية؟ الرياض. صح. شو اسم الفاكهة اللي مدورة هيك وزي الطاسة بنفتحها بيكون؟ رمان. صح. على الشاطئ بيكون في أمواج وفي الرمل. صح. إيش هذا اسمه؟ الراس. وهدول إيش اسمهم؟ رجل. صح. بعد البرق إيش فيه؟ بعد البرق في بعد البرق رمان؟ لا رعد. ايش عكس امرأة؟ زلمة. رجل. طيب اسماء هيك بكون انتهى الوقت، انت كنت كتير شاطرة، زقف كتير كبير لأسماء. طيب انا الامل. نعم. انا بقدر اعمل لك اي صوت بدك اياه. صح، انا بعرف انك موهوبه بسمه، بتغني وبتعملي اصوات. ممكن تعملي لي صوت القرد؟ يلا بسمه. القرد. بحب القرد. يلا اسمعي. برافو بسمه، برافو. بعدين بتصيري تعملي مع القرد لما بتصير بيعمل الحركه. رحبوا معنا بضيفتنا المميزة والرائعة، الفنانة الممثلة أمل الدباس. مرحبا. هاي.
سارة. أهلاً أهلاً. أهلا وسهلا فيك ست أمل. أهلا أهلا. إحنا كتير سعيدين بوجودك معنا ويعني ما بتصدق قد إيه كنا متحمسين لما عرفنا إنك جاي تشوفينا. تسلم. وأنا كمان أنا يعني مبسوطة كتير إني أكون بينكم كلكم مع هادي كمان. تسلميلي تسلميلي. ست أمل حابين نعرف شوي عن طفولتك. تمام. يعني لما كنت طفلة شو كنت تحبي تلعبي؟ كنت ألعب الإكس. كيف يعني؟ يعني ما بتعرفوها بجوز انتو. شو هاي؟ بنرسم على الأرض مربعات وبعدين بصير النط. الحجلة بسموها. حجلة. أيوة. نوع من الرياضة يعني. حلوة وكلها حركة ونطنطة. كتير ومفيدة وما فيش فيها مخاطر. من الأشياء اللي كنت بحب أعملها وأنا صغيرة كنت بحب أغني. دائماً بحب أغني. طيب ست أمل. اليوم نحن عم نحكي عن شعور الخوف. صح. حابين نعرف. انت من ايش بتخافي او اذا بتتذكري شيء موقف شعرتي فيه بالخوف حابه تشاركينا فيه؟ تمام. انا بحب احكي عن موقف مرقت فيه وانا طفله اللي هو اول يوم بالمدرسه. الطفل دائما بيكون مع اهله في البيت وملتصق فيهم. بيروح على مكان ضخم كبير مجهول بالنسبه له، ما بيعرف حدا فيه، فبتولد عند الطفل حاله من الخوف. لكن مع الوقت بتعود وبشوف اطفال زيه نفس طوله، نفس فكره، نفس المشترك الألعاب اللي بينهم. فبيبدأ يتعود على هذا المكان ويصير يحس إنه يحس بانتماء لهذا المكان. فكان عندي أنا هذا الشعور هو أول يوم بالمدرسة. انتابني شعور بالخوف، حسيت إني ضعيفة لأنه يعني عيلتي مش معي. مكان ما بعرف في حدا. جديد. في تفاصيل. فهذا هو كان من الشعور، لكن بعدين كان أجمل شيء في الدنيا موضوع المدرسة. شو حلو. تمام. عن جد شو حلو. عن جد. هذا بيقدر تحت ترويض النفس. إنه كيف أروض نفسي أكون إنسان صح بردات فعلي بتصرفاتي عشان أقلل من الخوف. الخوف كمان حالة صحية هذه. يعني الخوف مش إشي سيء في الدنيا. إنك تخاف من الأشياء معناته أنت رح تروح تعمل الإشي الأحسن. يعني عنصر الخوف دائما بيكون حافز زي ما تفضلت باني انا اعمل الاحسن. واحنا ست امل باهلا سمسم بالعاده لما يكون عندنا شعور قوي تمام نحب نغني اغنيه. يا سلام. صار اغنيه هاي. يلا نغني. يلا يلا نغني. حط ايدك على بطنك وتنفس. شهيق وزفير شهيق وزفير اتنفس. لما بتسحب الشهيق خد النفس من أنفك. ولما بتطلع زفير طلع نفسك من تمك. حط إيدك على بطنك واتنفس. شهيق وزفير شهيق وزفير اتنفس.